سيدنا عندنا كلام مهم جدا مع طبعا مباراه النادي الاهلي والزمالك. عندنا اتنين نجوم كبار، كابتن محمد حشيش والكابتن عمرو الحديدي، هنتكلم بالتفصيل. كمان عايزين نتكلم على منتخبنا، منتخب مصر، وطبعا ومجموعته في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2026 والقرعه اللي حصلت امبارح. وطبعا يعني مصر على راس المجموعه زي ما حضراتكم عارفين، دي كانت في المجموعه الاولى، مصر في المجموعه الاولى مع منتخبات زي جيبوتي، اثيوبيا، سيراليون، غينيا بيساو، بوركينا فاسو. في الوهله الاولى خلاص يعني كل الناس بتتكلم ان مصر في كاس العالم. منطقيا مصر في كاس العالم الحقيقه، لان يعني النظام الجديد للاتحاد الافريقي الحقيقه نظام انا شايف انه افضل كثيرا جدا من النظام السابق. حضراتكم فاكرين يمكن النظام السابق في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم مشوار طويل جدا جدا، بتقطع يمكن اكتر من 10 مباريات وبعدين بتروح تلعب مباراه نهائيه من دورين، يعني مباراه ذهاب واياب، وبالتالي بتتوقف كل المجهود ده على مباراه واحده، مباراه واحده او مباراتين يعني، لكن مع فريق واحد. شفنا دوت طبعا امام منتخب غانا وخرجنا من كاس العالم. فعايز اقول لحضراتكم لا، النظام الجديد نظام اكتر من رائع، بيدي مساحه كبيره جدا وبيكون هو فعلا الخلاصه. يعني بتتكلم على 54 دوله تقسموا على تسع مجموعات، طبعا مصر على راس مجموعه، والنظام خلاص هو بطل كل مجموعه، التسعه دول بيروحوا كاس العالم. هيكون فاضل واحد لان افريقيا ليها 10 مقاعد، هياخدوا احسن اربعه، احسن ثواني في اربع مجاميع من التسعه، هيلعبوا دورة رباعية ويصعد منهم البطل ويكون هو رقم 10 على مستوى المنتخبات الممثلة لأفريقيا في كأس العالم إن شاء الله اللي جاي. أكيد يعني كلنا إن شاء الله منتظرين ده. وبرضه هقف عند الحتة دي شوية، ويمكن اتكلمت على المنتخب الأولمبي وحلم الأولمبياد. خلاص اقفل بقى حتة الحلم الأولمبياد وحلم الوصول لكأس العالم، احنا قادرين. يعني لما توصل من أفريقيا 10 فرق بيروحوا كأس العالم، فعايز اقول لحضراتكم هيبقى عيب قوي لو ما اتكلمناش ان احنا مصر يعني كمان ما نوصلش لكاس العالم. مش بقول كده علشان ضمننا خلاص بطاقه التاهل، لا، احنا امام منتخبات من مستوى تاني وتالت، لكن هقف شويه عندنا منتخب بوركينا فاسو اللي معانا في المجموعه، منتخب قوي على المستوى الفني، منتخب اتطور جدا للسنوات الاخيره، عنده عدد كبير كالعاده من المحترفين اللي بيلعبوا في اوروبا. لكن نظريا ودايما نظريا بنقول ان منتخب مصر قادر على الوصول، ما فيش شك، ولكن حتى روي فيتوريا الراجل اتكلم بكل هدوء وكل احترافيه وقال لك احنا بنحترم كل المنتخبات، لازم نشتغل ولازم نأهل نفسنا ونستعد بشكل جيد لخوض هذه المباريات ان شاء الله باذن الله للتأهل لكأس العالم. مش حلم الوصول لكأس العالم، هو هدف الوصول لكأس العالم. خلينا نتكلم ان حلمنا هو الصعود للدور الثاني في كاس العالم القادمه، وليه لا نوصل لدور الثمانيه، هو ده اللي يكون الحلم، هو ده اللي يكون الشاغل، هو ده اللي يكون التجهيز ليه على المستوى الفني والبدني والنفسي. احنا عايزين ان شاء الله باذن الله نصل، ان شاء الله هنصل لكاس العالم، لكن ما هو اهم؟ ماذا سوف نفعل في كاس العالم؟ هل زي كل مره هنروح ونخرج من الدور الاول؟ لا، ان شاء الله باذن الله يبقى الامال الهدف الاولاني توصل كاس العالم، ولكن الحلم والطموح انك توصل لابعد نقطه. والامور اكيد مش سهله طبعا، الامور هتبقى صعبه جدا، ولكن الحلم يعني حط الحلم قدام اللعيبه قدام الجماهير ان احنا ان شاء الله نوصل لدور نعدي الدور الاولاني، وليه لا نوصل لدور الثمانيه، وليه لا ما نعملش زي منتخب المغرب. رغم على الكلام سهل رغم دي احلام، ولكن لو ما تحققش الحلم دوت لكاس العالم اللي جاي ده، يبقى الحلمنا هيبقى ان شاء الله لكاس العالم اللي بعديه. لازم الحلم يكون هو يعني نعمل انجاز وانجاز ملموس في كاس العالم. كل التوفيق لمنتخبنا.